طاقة المحبة بالعيد قديش مهمة إنه نعطيها لأولادنا، نعطيها لعائلتنا، نعطيها لكل حدا بحبه ومنحبنا، ولكل حدا متضايقين منه نعطيه هاي الطاقة لحتى هو يفرح ونخفف عن بعض يعني آلام وأوجاع الوضع الصعب المعيشي. اليوم رح نحكي عن طاقة المحبة، كيف فينا نستثمرها بالشكل الصحيح خلال أيام العيد، مع الأستاذة مريم العيسى خبيرة تدريب مهارات حياتية. صباح الخير، صباح كل عام وأنتي بخير. صباح النور، وأنتي بألف خير. صباح الخير وكل عام وأنتي بخير. اليوم عم نحكي عن موضوع كتير مهم ومن أجمل يمكن طقوس العيد اللي بنعيشها، هي كيف نلمة وكيف نعيش هي التفاصيل مع العيلة ومع الأولاد. خلينا نحكي عن طاقة المحبة اليوم بالعيد قديش مهمة، يعني قديش نعلم أولادنا عليها، نحسس الناس اللي حوالينا. أحياناً الضغوطات يمكن الاجتماعية والمادية والاقتصادية نوعاً ما عم تضغط على الناس، يعني في كتير من طقوس العيد اللي نحنا بنحبها وهي أساساً تنشر المحبة والطاقة الإيجابية بتلاقيها عم تخف تدريجياً شوي شوي بسبب الحياة. يعني هلا إيه هذا، خليني أقول لك إنه هاي الاستثمار هي الفترة هو تطبيق عملي. يعني عادة نحن بنحكي للأولاد إنه نحن نحكي عن الحب بشكل نظري أكثر ما نطبقه، يعني صحيح. فخلينا نقول إنه ممكن تكون فترة العيد إنه تطبيق عملي، يعني إنه نحن نلتقي بالعالم، نلتقي بقرايبنا، نلتقي بالناس اللي ما فينا نشوفهم. بالذات مثل ما حكيتي إنه الحياة أخذت هذا الرتم السريع وأخذت رتم الانشغال الدائم، يعني صحيح. فأنا خليني أحيي هاي القصص أو عيشها وعيشها للأولاد بهي الفترة. يعني نحي كل الأمور التانية على جناب، زيحها، عملها إزاحة زمنية، يعني كل الخلافات مثل ما حكيتي، كل الزعل، كل الانزعاجات هي موجودة ما رح تهرب، فأنا بس بعملها إزاحة زمنية لفترة معينة لحتى استثمر هذا الشيء، لأنه أنا بس أعرف قيمة طاقة الفرح وطاقة الحب، فأنا المفروض اللي أي شخص يوعى له ما يستغني عنها أبداً. نعم، حكيتي بنقطة أنه نحن هاي الطاقة أو المحبة نقدر نعبر عنها على أرض الواقع. يمكن الأهل بيعبروا عن المحبة بأنه يجيبوا ثياب العيد، بأنه يأمنوا لهم أيام هنية لأولادهم، ولكن قديش اليوم نحن بحاجة لكلمة حلوة، لحنان، لهيك لنخفف عن بعض كمان. يمكن بتخيل أنه هذا لدول مشاعر إذا عطتيها أنت كمان بتستمديها من الأولاد. شفتيني هيك إجت فكرة بذهني إنه نحن عادة في ناس عندها شوي حواجز للتعبير عن محبتها وعن عن قربها للأشخاص، فكمان خلينا نعتبر حجة إنه نحن نعبر، نحكي نحكي. هلا احيانا مثل ما تقولي هلا الاهالي تجاه اولادهم بدهم يكون تعبيرهم عملي، ما في تعبر لي انا بحبك وما بحبك، بدك تجيب لي، بدك تقدم لي، بدك توديني، وهذا امر لابد منه. يعني اليوم نحن كاهالي اب او ام، انا مشغول كل السنه، ايه لانك مشغول كل السنه فشو بيقول لك الاب والام؟ بدي ارتاح، هدول كم يوم في اجازه، ولاني انا مشغول كل، لا لانك مشغول كل السنه فانت مشغول، ما عم تقدر تكون معاهم، ما عم تقدر تطلع، لازم تطلع معهم. هي مهمه بالنسبه للاب والام اليوم على قدر ما الباقي الايام العاديه والروتين مهمه، هي مهمه نفس الشيء. النقطه الثانيه اللي حكينا فيها موضوع انه انا اعبر، يعني في رفقات، في اخوات، في ولاد عم، في يعني ناس بتحسي في مشاعر تجاه بعضها، بس في خجل من التعبير كمان. خلينا نحن رمينا على عدم التعبير بشكل صحيح، فخلينا نستثمر هذا. شفتي اللي بيلاقي حجه مثلا، حدا زعلان من حدا بيجي انا بدي صالحه، فبلاقي حجه لعبر له عن مشاعري تجاهه. في ناس عنا ونسبه كبيره للاسف، يعني احنا بنلتقي باشخاص كثير مشكلتها دائما بالتعبير، يا اما ما فيها تعبر عن الشيء اللي هي بحاجته، او ما فيها تعبر عن الشيء اللي هي حابه تعبر عنه. خلينا نستثمر هاي الطاقة وهذا الجو وهذا العيد لحتى نحكي كل مشاعرنا تجاه الآخرين. وهي النقطة يمكن كتير حلوة اليوم لما نعبر عن مشاعرنا وعن طاقتنا وعن محبتنا حتى لأولادنا، بتلاقي هيدا بينعكس على نفسيتهم وحياتهم. فخلينا نحكي كيف فينا نستثمر اليوم أيام العيد مع الأولاد، نعلمهم طقوس وممارسات العيد غير مثلا العيدية والتياب الجداد. في مثلا نحن بنعرف صلة الرحم من أهم طقوس العيد، هي اللمة، لمة العيلة، لمة المحبة اللي بتلاقي يمكن فرض الوقت والمجتمع اليوم بسبب الانشغال الدائم والسوشيال ميديا صارت هي اللي تختصر المسافات. للأسف تلاقي المعايدات هي أكثر الوقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. مثل ما حكينا، شوفي لأنه انشغلنا نحن كتير، فنحن اليوم نستثمر هذا الوقت، نطلع فيه، نروح نجي، نطبق عملي مثل ما حكيت. يعني أنا ما بدي أقول إنه إحنا لازم نعمل هيك، لا مو لازم نعمل هيك، نحن بنقوم وبنعمل هيك. يعني إحنا بنروح رايحين مشوار معين، رايحين لعند أهلنا، رايحين لعند قرايبنا، رايحين لعند خالنا، عمنا اللي هو، فأنا طبق هذا الموضوع. هل هو ضرورة مثلا؟ هو معنى صحيح، وهي المعاني فقدت
تمام. ودائما بتحسي انه كنا بنقاش من فتره مع جماعه انه نحن اليوم كجيل بنحن هي الاشياء لانه عشناها. طب هذا الجيل اللي هو جيل اليوم اللي ما عنده هي الممارسات لشو ممكن يحن مع الوقت؟ شو الاشياء اللي ممكن يحن لها؟ فانا ليش لحطها بذاكره الزمن؟ يعني انا ممكن اطبقها مع اولادي انا استرجعوها ويسترجعوها الاولاد. مثل ما حكيت انا بعرف انه الناس عندها خلافات، عندها مشكلات، عندها هي المشكلات والخلافات لا تنتهي، لكن انا بستغل هي فرصه حتى رب العالمين منحنا اياها، انه منحنا اياها كفرح. ونحن العيد شو يعني؟ اذا انا بدي ترجم او فسر شو يعني عيد على كل بكل الحضارات وبكل الاديان، شو يعني كلمه عيد؟ يعني فرح، صحيح، يعني اجازه، يعني فرصه للمتعه. فاذا انا ما عبرت عنه بهي الطريقه فانا بس مهم نفعلها. يعني اليوم بتسمع جمله كثير شهيره انه ليش في عيد؟ نحن بنخلق العيد. يعني هي دائما صرنا نسمعها، ليش مين معيد؟ ليش في عيد؟ ليش صرتي تسمعيها قبل المعايده؟ يعني حتى لما تقولي كل عام بخير ليش مين معيد؟ ما انت بتخلقي بتجي بضيافه، ليش الضيافه ما في عيد؟ ايه بس التكرار، هلا هون بدنا ننبه بقى، تكرار الاشياء السلبيه. صحيح. انا بدي اسال اي حدا اليوم بيشوفنا وبيسمعنا، لما انا بكرر شيء سلبي صاير معي، هو صاير واقع ونحن ما بننكره، بس انا اذا كررته وتشكيت يوم واثنين وثلاثه وعشرة، هل هي الشكوى عم تودي لمكان تحل لي اموري تحسن من وضعي؟ ما بتحسن من وضع حدا، ما في حدا تشكى 100 سنه وتحسن وضعه. اللي بيتحسن وضعه هو اللي بيغير الشكوى من الشكوى لشيء ثاني. ما بيطلع بايدي اعمل شيء بتفائل، ما بيطلع بايدي اعمل ولا شيء اليوم ولا غير بوضعي، حسن من كلماتي بدل ما اقول ما في عيد. لا، انا بدي اخلق العيد مثل ما حكيتي، انا بدي اخلق جواتي. هذا الحكي ابدا 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 ما هو نظري. انا بعرف كثير عالم ممكن تسمعك تقول لك انه لا، هذا لا ابدا ما هو نظري. انا حكيت اول شيء مقارنه، انه بيكونوا عم يحضرون عم يقول لك هيدا كله حكي. انا بعرف هذا الشيء، وانا انا ضمن هذول المراقبين والاشخاص انه لا، هذا لا ما هو حكي ولا فلسفه. انا اليوم حطيت تحدي قدام اي حدا يقول لي واحد تشكى وقال وضعنا مو منيح ونحن تعبانين ونحن مزعوجين ووضعنا مو ظابط، وظبط وضعه واحد بس، ما حدا بيزبط وضعه من الشكوى. اللي بيزبط وضعه اللي بيوقف هي الشكوى وبيبحث عن حل. ما في حل، انا بعرف رح يطلعوا كثير يقولوا ما في حل هذا الوضع. بغير كلماتي، لانه انا لما ببلش غير كلماتي كل مجال الطاقي وكل الامور حوالي، يعني كل الاوامر الالهيه انه نحن نتفائل، انه نحن ندعو، انه نحن نطلب الخير. طب اذا ما عم بطلبه لا بكلماتي ولا بفعلي ولا بنواياي الداخليه، كيف بده يجيني الخير؟ والحمد على برفضه طبعا، كيف انا عم برفضه لما عم بتشكى؟ انا عم ببعده عني. انا كلماتي تعبر عني، وكل الدنيا صارت تعرف اليوم ما نو كلام جديد انه الكلمات طاقه، إلى طاقة كبيرة. والناس اللي ممكن تعترض ليش لما مثلا بيقروا آيات قرآنية أو آيات بيقول لك انه طاقتها شو يعني طاقتها عالية؟ شو يعني انا برتاح؟ اذا حتى كلماتي انا في إلى طاقة، شو بعبر انا؟ شو بحكي انا؟ كلام الرحمه والقرب اللي قديش بينعكس عليك، رح يرتد علي. وهذا انا من منطلق انه انا مو طالع للناس اللي بيقولوا مو طالع بايدي شيء هذا الوضع، الان طالع بايدي غير كلماتي وبدي اتعلم افرح. تمام. بدي اتعلمها مثل اي ولد صغير بيتعلم يكتب يمشي، بدي اتعلم اني افرح. طب هون خلينا مريم نحكي كيف طريقه هيك، ولو نعطي امثله او قصص فينا نحن نتبعها، بما انه حضرتك مدربه وعم تعاشري كثير من او عم تقابلي كثير من السيدات اليائسات عم يرجعوا يستمدوا طاقه الفرح، الحب، حب الذات. كيف فينا نحن نرجع نحب حالنا؟ كيف فينا نرجع هيك يكون عندنا امل؟ يعني ظروف كثير صعبه ما بدنا نقرها، ولكن خلينا نحكي كيف فينا نتدرب، نحن ندرب حالنا نحب حالنا بالاول. شوفي انت حكيتي او طرحتي سؤال هو كثير كثير كبير، يعني انا ما رح احاول اختصر. فيني راقب الاطفال؟ فيني اتعلم من الطفل كيف هو بيحب حاله؟ وكيف هو بالنسبه له كل شيء مسموح؟ وكيف هو بالنسبه له بيعبر عن كل شيء بده اياه؟ انت بيفقد الطفل اللي هو نحن، هذا الطفل لما نحن نبلش نحط له شروط للاشياء اللي بيطلبها، لما نحط له شروط لمحبته، هذا نحن عم نحكي بجزئيه الحب، انه انت لحبك في شروط. انا كأم وكأب يعني يا بسحب المحبه يا بتعمل لي هيك. صحيح. قديش تسمع كلمة انه انا لا بحبك اكثر اذا سمعت الكلمة صح؟ فبيبلش ينتبه ويستوعب انه في شروط للمحبة وانا لازم نفذ هي الشروط، فبيبلش يفقدها، ببلش يخسرها. انا بدي استرجع هي الطريقة، دهشة الطفل باللعبة، دهشة الطفل بأي شيء، هي القصص انا بدي استرجع. كيف بدي استرجعها؟ بدي استرجعها بالتمرين، بدي راقب الطفل وطبق، ما بدي اخجل، ما بدي استحي. هلا تقولي لي كيف بدي اتعلمها؟ بدي اشوفه شو عم يعمل وعبر مثله واحكي مثله واطلب مثله. كيف الولد بيطالبك بشيء بده اياه؟ بزن بيقول لك بدي، وما عنده فكره انه ممنوع.
فانا هي الافكار اللي انا بدي اصير طبق مع مدد، يعني في لحظه فرح انا استشعرتها حسيتها مددها استغلها يعني صح عيشها استثمرها شوفها وعيشها. نحن عندنا مهاره عاليه بتمديد لحظات الحزن، يعني بنعززها كثير وبنحط دراما وبنعيش دور الضحيه. هي نفسها الشاطرين بهي هي نفسها اني انا مدد لحظة الفرح. وحكيت ليا من شوي كلمة كتير مهمة، قالت موضوع الامتنان. صحيح، دائما الشكر للي موجود، امتنان على كل النعم الموجودة. بمدد يعني هو لحاله عامل بيساعد انه هو بمدد اي شيء انا فيه، بيعطيه حالة من التمدد والتوسع. فانا بستثمر. طب هل الحمد والشكر والامتنان هل هو بحاجة لمهارة؟ كيف هل هو بحاجة لاشياء مادية تكون عندي؟ طب اذا انا عندي مفتاح اليوم بيزيد، فلا أنا لازم استثمره. وقتنا معك خلص بسرعه لانه عم نحكي عن موضوع كثير مهم، اكيد بالحلقات القادمه بنحكي عنه بشكل اكثر. وسعيدين بوجودك معنا حبيبتي. وينعاد عليكي بالخير والصحه، ويا رب هيك كل الناس تكون ايام العيد بالنسبه الى طاقه محبه وخير وعمل من قلبهم. شكرا كثير لك حبيبتي. شكرا لك. شكرا كثير لك، وينعاد عليكي وعائلتك بالخير. ينعاد عليك حبيبتي. شكرا كثير.